السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة، وهي وصفة الحواوشي المصري بكل تفاصيله وتكاته، وان شاء الله باذن الله هخليكي استاذة فيه حبيبة قلبي. طبعا كلنا بنحب ان احنا نشتريه من بره، بس اللحم طبعا اللي بتبقى موثوق فيها، ولا بنبقى عارفين معمول ازاي، ولا الايد اللي عملته ازاي. احنا انا هقول لك الطريقة بتاعته بالتفصيل، دي كمان دي عرايسنا وبناتنا اللي لسه داخلين المطبخ جديد، هخليكي استاذة فيه يا ست الكل. بس ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معانا هنا مكونات، اللي هي اللحمه المفرومه. لازم اللحمه المفرومه يبقى فيها حوالي ربعها دسم، فدوت نص كيلو لحمه وعليه ربع كيلو دهن، تمام؟ او اللي هي الحته اللي اسمها دوش. ومعانا نص كيلو بصل مفروم وناعم جدا، وطماطمايه مبشوره مش معموره في الخلاط، لا مبشوره، وقرنين فلفل رومي متقطعين صغير، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، بابريكا، بهارات حواوشي، ورشه سكر بسيطه جدا حوالي ربع معلقه، ورشه جوز الطيب. بعد كده هنجيب معانا الطبق اللي احنا هنعمل فيه، او البوله اللي هنعمل فيها، هننزل طبعا بالحواوشي بتاعنا، وهننزل بكل المكونات على بعض، البصل والتوابل والفلفل والطماطم، وهنخلطهم كويس جدا جدا. لازم ان احنا نعجن عجينه الحواوشي كويس جدا، عجينة اللحمة، بحيث ان احنا نتأكد ان كل الخليط دخل في بعضه، وكل المكونات شربت من بعضها وامتزجت مع بعضها. حاجة يا ست الكل زي العسل، بيتك هيبقى ريحته جميلة جدا جدا، والريحة هتجيب اخر الشارع، كأنك بالظبط جايباه من عند بتاع الحواوشي، بس في فرق ان انت طبعا عاملاه بطريقة وبنظافة حلوة. كده جبنا طبعا العيش، اللي هو العيش الخفيف بتاعنا، اللي هو رغيفه ب 75 قرش، تمام؟ جبناه عشان طبعا ده بيبقى خفيف نوعا ما عن اللي احنا بنجيبه طبعا من الطابونه. ففردنا العجينه بتاعت الحواوشي بتاعتنا، تمام؟ عجينه اللحمه بتاعتنا اتفردت بالطريقه اللي احنا شايفينها. وبعد كده هنجيب صينيه وندهنها دهنه بسيطه جدا زيت، ونبدا نرص معانا رغيفه الحواوشي طبعا زي ما احنا شايفينها كده، خلصنا الكميه بتاعتنا، وهندهنه طبعا دهنه بسيطه برضو زيت من فوق ومن تحت، بحيث ان هو يطلع معانا مقرمش ولذيذ جدا جدا يا حبيبه قلبي. لو وصلت معايا لهنا ما تنسينيش في التعليق الحلو اللي بيفرحني. طبعا احنا هنا طبعا دخلناه على فرن 180 درجه او فرن عالي في الرف الاوسط بالظبط، قعد حوالي ساعه الا ربع على حسب طبعا نوع فرنك، طلع بالطريقه الجميله دي، حاجه في منتهى الجمال، في نظافه وريحه وجمال وطعم حلو بألف هنا وشفا.